السلام عليكم اخواني التلاميذ مستوى الثالث اعدادي، مرحبا بكم في هذا الاكزرسيس. عندنا ا ايكال موان 2 اكس بلس 9 فاكتور موان 9 اكس موان 5 بلس موان 9 اكس موان 5 تو كاري. الوغ لي كيستيون لي كاينين هاد ربعه ديفلوبي اي ريدوي ا اون شو بسيط ا 2 فاكتوريزي ا عميل ا اي 3 كالكولي ا بوك ا ايكال 9 موان 4 سور 9 احسب ا بحيث ا كيساوي ناقص 4 على 9 اي كتخيل ريزودغ ليكواسيون اي كا زيرو عن حل المعادله ا كتساوي زيرو. اذا ان ديفلوبي باش ننشر هذه خصني نعرف جوج ديال القواعد، كاين هاد لابارتي هذه ولا بارتي هذه. هذه خصني نعرف بان هاد ا زائد بي عن ا سي بلس دي هذه كتساوي يعني هذه في هذه وي هذه في هذه، يعني هي ا في سي بلس ا في دي خصك تعرفوا عاود هادي في هادي وهادي في هادي، هذا هو النشر بليس بي في سي بليس بي في دي. اللي كنعرف هادي غنعرف هادي. لابارتي الثانيه هذه هي سين اي دو تي روبا كا مطابقه هامه اللي عندها تشكل ا ناقص بي او كاري، هذه اللي كتساوي ا او كاري موان 2 ا بي بليس بي او كاري، حيث هذه هي ا هذه هي ا وهذه هي بي. اذا كنعرف هذه انا باش نشرح هذه بكل بساطه انا نطبقوا هنايا ايغال. اذا قلنا ا في سي هذه في هذه هي هذه في هذه عاود ندير هذه في هذه، اذا ناقص 2 اكس فوا ناقص 7 اكس يعني موان 2 اكس فوا موان 9 اكس هكا تساوي. لاحظ معايا موان في موان يعني يكون بليس موجب، اذا هي 2 في 9 18 اكس 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 او كاري، 18 هي ناقص 2 في ناقص 9 هي 18 و اكس في اكس هي اكس او كاري، اذا هذه هي 18 اكس او كاري. عاود هذه في هذه ما كيبقاش معايا هنايا واش زائد ولا ناقص، هذا هو المشكل اللي كنقول في التلاميذ، واش كتب لي زائد ولا ناقص. اللي كحدد لي هي هذه في هذه، بغيت دابا ان ناقص 2 اكس في ناقص 5، هذه ماشي 5 هذه راه ناقص 5، اذا ناقص 2 اكس في ناقص 5. ملي يكون عندي سالب في سالب يعطيني موجب، عندي سالب في موجب كيساوي سالب، وموجب في سالب كيساوي سالب، وموجب في موجب كيساوي موجب. شنو نطبقوا هنايا؟ هذه ناقص في ناقص، اذا زائد زائد شنو؟ ناقص 2 اكس في 5، اذا هي زائد 10 اكس، 10 منين جايه؟ 2 في 5 و اكس ها هي، ماشي 2 في 5، ناقص 2 في ناقص 5، يعني هي زائد 10 اكس. دابا كملنا مع ناقص 2 اكس، دابا نمشيو لهذيا، إذا شنو عندنا هنايا؟ هو زائد ولا ناقص؟ كنشوف هنايا زائد 9 في ناقص 9 اكس، عندي هذي زائد في ناقص، زائد 9 في ناقص 9 اكس، إذا هي ناقص 81 اكس، هذي هي منين جاية؟ هذي هاد 81 9 في ناقص 9 هي 81 اكس، ها هي. دابا عاود عندي هذا هو الزائد ولا ناقص؟ حدد لي هذي زائد 9 في ناقص 5، عندي زائد في زائد في ناقص، إذا ناقص شنو؟ 9 في 5 هي 45. دابا أنا كبست مع لابارتي هادي، بقات لي هادي، نسى هادشي، بقات لي هادي، غنطبق هادي مباشرة، قلنا أ ناقص بي أو كاري تساوي أ أو كاري موان 2 أب بي بلس بي أو كاري، ها هي، هنا أ أو كاري هي 9، إذا زائد. إذا هنا سي با لا بين ندير القوس حيت عندي زائد، كل مثلا هنايا ناقص خاصني ندير القوس، غنشوف هادشي من بعد. المهم إذا زائد، إذا أ أو كاري شكون هي أ؟ هي ناقص 9 إكس أو كاري، ها هي ناقص ها هي جوج جوج في أ، شكون هي أ؟ ها هي في ناقص 9 إكس في بي، شكون هي بي؟ هي 5 زائد هادي ها هي بي او كاري، شكون هي بي؟ دابا هنا بي ماشي ناقص 5، هنا بي راه هي 5، حيت ناقص هادي ها هي، ناقص هادي ها هي، شنو بقات لي بي؟ شكون هي؟ هي 5، 5 او كاري. دابا كنبسط، دابا هادي ما بقيتش باغيها، لأن هادي خدمت بها حيت ا هاد هاد ا هاد ا ها هي، هادي هي ا، ها هي ا ا
او كاري ناقص ها هي جوج هي هذه هاد في بين هاد جوج اكل في في ها هي ا هي هذه ناقص 9 اكس في بي ها هي 5 زائد بي او كاري 5 او كاري او دابا واضحه دابا غير اللي بغاش يفهم كتساوي دابا كنبسط بعدا كنحيد الاقواس باش نخلي كما هو نحيد هاد الاقواس اللي هادو معايا ونحيد هادو اللي هنا اذا 18 اكس او كاري دابا عندي والو غنخدم غير على هادي وهادي زائد 10 اكس ناقص 81 اكس ناقص 45 اذا هنايا شنو هنايا كاين اللي كيكتب هي زائد ناقص لا هاد ناقص هادي راه كاين فوق منها اكس او كاري كنحيد الاقواس من الاولين اذا هادي شنو هي هي زائد هاد تسعود اكس او كاري هكذا ردوا البال هنا كنطبق هاد القاعده هادي ا بي او كاري اللي كتساوي لك اون جينيرال اللي كتساوي ا اس ان بي اس ان لان علاش كاين اللي كيكتب لي هنايا بحال هكذا تسعود اكس او كاري هذا خطا هذا خطا لان يعني انت هنا بحال الا استعملتي بحال بحال قلتي لي هاد ا بي اس ان كتساوي غير ا في بي اس ان وهذه فين مشات اذا هنا خصك ناقص تسعود او كاري في اكس او كاري بشحال كتجي يعني هي ناقص او كاري هي 81 اكس او كاري اذا هي 81 اكس او كاري هنايا عندي ناقص في ناقص اذا زائد 18 لا ماشي 18 نحيد هادشي عندي شوف حتى في الحساب نكونوا اذكياء ما بقاش نحسب جوج في 9 كتساوي 18 18 في 5 نبقى كندير العملية ندير جوج في 5 جوج في 5 10 باش 10 ملي كنضربها في 9 كتجيني 90 إذا جوج في 5 10 في 9 هي 90 هنا ناقص في ناقص غتعطيني زائد بعدا هنا ناقص في ناقص زائد عفوا هنا ما كتبتش هذه هي 81 اكس او كاري زائد إذا هاد ناقص في ناقص كيعطيني زائد جوج في 5 10 تسعود 90 اذا 90 اكس زائد 25 دابا حيد الاقواس دابا نحسب او كاري مع او كاري ولي اكس مع لي زيكس والاعداد مع الاعداد اذا عندنا 18 اكس او كاري زائد 81 اكس او كاري شحال هي 81 تسعود اذا 99 اذا ايكال 99 اكس او كاري نشوفوا دابا لي اكس عندي 10 اكس 10 اكس نحسب هذيك 10 اكس مع هذه شحال هي 10 اكس و 90 اكس هي 100 اكس 100 اكس ناقص 81 يعني هي 19 اكس اذا زائد 19 اكس نتاكدوا مزيان اذا هي هذيك يعني هاد 100 ناقص 80 20 81 19 19 اكس ثم دابا دوزت هذه دوزت هذه دوزت هذه وهذه مع هذه بقات لي هذه وهذه يعني ناقص 45 زائد 20 اللي هي ناقص 20 اذا دابا بقى دابا هذه يمكنش تحسبها مع هذه غتعدي بعد الدرجه مختلفه وهذا عدد كيفاش تحسب مع مجهول اذا هنا كيكونوا كملنا هاد التمرين عندي غير ملاحظه كل مثلا كاين هنايا ناقص عند هنا كيبقاو الاخطاء بزاف نفترضوا مثلا كاين هنايا ناقص شنو يكون عندي مع نوصل هنا راه خصني ندير هنا ناقص ماشي غير ناقص وصافي ماشي غير ناقص كافا لا ناقص ونحل القوس ونسدو هنايا علاش نحل القوس هذيك الساعات كما عاد نحس هنا فين هنا ندير المغاير اذا كما باش نحل القوس هنايا اذا قلنا هنايا عندي واحد القوس وحتى هنا خصني ندير القوس هنا عندي القوس ولكن من ناحية بغي نحيد القوس هنايا هنا تكون ناقص من ناحية بغي نحيدو كتختلف غتولي هنا ناقص 81 اكس او كاري هذا تولي ناقص لان القوس مسوق جات ناقص تولي ناقص 90 اكس ولا تولي ناقص 25 شفتو فين كاين الفرق مازال الا كان الزائد ما كنبدل والو هذه هي دور البال دابا نمشيو فاكتوريزي ا ملي كنشوف فاكتوريزي بزاف ديال التلاميذ مشاو مباشره وخا كاينو شاو هنايا
فاكتوريزي ما كنشارش، كنشوف شكون الفاكتور اللي كيتعامل اللي كيتعاود الفاكتور كومون. لاحظوا معايا هنايا عندي 90 ناقص 90 اكس ناقص 5 كاينه هنا وكاينه هنا. نصحح هذيا اذا قلنا بليس عندي هاد ناقص 90 اكس ناقص 5 حيت عندي عندنا جوج ديال الحلول دو تيرم، عندي هذا وعندي هذا، كنفرقهم بهاد الاجابات الزائد زائد او ناقص. اذا هذه كاينه هنايا وكاينه هنا، كتسمى فاكتور كومون، عامل مشترك كنعمل به. اذا هي ناقص 90 اكس ناقص 5 عامل، كنشوف شنو بقى لي انا اللي عملت به ما نعاودوش دو تيرم فوا، ياك هذا عملت به ما نكتبوش، شنو بقى لي اللي بقى نكتبو؟ قالت لي هذه ناقص 2 اكس زائد 90 صافي زائد، اشنو بقى لي هنا؟ هادي باش تعرفوا هاد ناقص 90 اكس ناقص 5 اس 2 شنو هادي؟ نكتب هنا هاد ناقص 90 اكس ناقص 5 اس 2 راه هي ناقص 90 اكس ناقص 5 جمع دو فوا فوا ناقص 90 اكس موان 5. هادي راه هي هادي، اذا هادي عملت بها شحال قالت لي؟ بقات لي وحده، يعني نكتب هنايا هي ناقص 90 اكس ناقص 5 هنا اس واحد كنقص واحد هنا هنايا عملت بواحد هنا يبقى لي واحد واحد ما نكتبوش، وهاد القوس هذايا نسدو. دابا تبسيط، اذا هنايا اذا هذه هي ناقص 90 اكس ناقص 5 فاكتور موان 12 اكس بلس 9. دابا هنا كنحيد الاقواس الداخليه، القوس مسبوق باشارات زائد ما نبدل والو غتبقى كما هي. اذا ناقص 90 اكس ناقص 5، ودابا نبسط، هذه هي ناقص 90 اكس ناقص 5 فاكتور موان 12 اكس موان 9 اكس صافي موان 11 اكس اي بلس 9 موان 5 صافي بلس 4. وهنا كنكون عملت هاد ليكسبرسيون ديالي. اذا هذه باش نحتاجها هنايا نكتب نطلع الفوق على المساح طلع هنايا. اذا هذه هي ناقص 90 اكس ناقص 5 فاكتور موان 11 اكس بلس 4. علاش باش نحتاجها؟ حيت كيقول لي كالكولي ا بوغ اي كان موان 4 سور 9، اذا خصنا ماشي ا اكس 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 ايكال موان 4 سور 9، يعني اكس خصني نعوضو اكس خصني نعوضو بهذا العدد تو سامبلومون. اذا انا يمكن نعوض هنايا يمكن نعوض هنا، ولكن هنايا اسهل. علاش؟ لان حتى هنا عندي حساب بزاف، عندي اكس كاينه هنا اكس كاينه هنا وهنا اكس كاينه او كاري، يعني عاد تكون خصنا نعمل الصبوره كامله باش نلقى واحد النتيجه اللي هي نفسها نلقاها هنايا. اذا الان نعوض هنا الو اكس ايكال موان 4 سور 9 ابليك موان 9، باش نعمل باش نعوض ديما نلقى اكس نعوضو بهذا العدد موان 4 سور 5 موان 5 ما كنبدل والو موان 11 فوا موان 4 سور 9 بلس 4. نشرح هنايا هكذا نشرح لكم مزيان. ها شنو درت؟ هاد اكس هذايا ها هو، وهاد اكس هذا هو هذا، ما بدلت حتى شي حاجه. هاد السطر هذا كما هو نقلته هنايا فقط، هادو هاد اكس عوضته بهذا وهاد اكس عوضته بهذا، وهادشي اللي كيطلب مني التمرين. دابا نحسب، اذا هذا شنو كيعني؟ نحسب مباشره، هنا عندي ناقص 90 في ناقص 4 هي 36 على 5 ناقص هاد 5 نكتبها بشكل رقم واحد، نكتب هنا خصو عليه 5، إذا هنا دابا 5، إذا هي 25 على 5، 25 على 5 هي 5، علاش درتها هكذا؟ باش كندير رقم واحد، باش نحسب هاد الكسر، يجي ساهل، ندير غير البسط ناقص البسط ناقص البسط، إذا فاكتور هنا عندي ناقص 11 في ناقص 4 هي 44 44 سور 9. عاد بنفس الطريقة هذا 4 كتبها شي حاجة كيعاد في البسط ديالها 90، إذا يعني خصني نضرب البسط في 90 اللي هي 36،
هاد 36 على 9 هي 4 بحال بحال. علاش درتها؟ باش في الحساب ملي غنحسب تجيني سهله، جينا 44 زائد 36 وهنا كنحسب 36 ناقص 25 شحال هي؟ هي 9 ياك، 9 على 5 فوا 44 زائد 36 شحال هي؟ 0 10 80 على 9 هادي كتساوي فوالا كتمشي تسمع 9 ولا كنحسب ديما قوة الملاحظة كاين غادي يحسب هنايا كاين غادي يحسب اجينا واحد الاداه كبير هنايا وخا شفنا شي 920 على 45 وهي كتبان لنا هاد 9 مع 9 وهنايا حتى 80 يعني هذيك كتبها هكذا هي 9 على 5 في هاد 80 هي 80 هي نقدر نقول حيت 80 لا 40 هي 4 في 5 8 في 5 لاحظوا معايا 8 في 5 ياك. اذا 80 شنو هي؟ هي 2 في 8 في 5 يعني هي 16 في 5 هذه على 16 فوا 5 سوغ 9 وهذه شنو هي؟ غتمشي 9 مع 9 و 5 مع 5 غتبقى ليا هي 16. اذا في هذا لوكا اذا كان اكس كيساوي موان 4 سوغ 9 فا ا ايكال 16. دابا نشوفو غيزودغ ليكواسيون ا ايكال 0. الوغ غيزودغ ليكواسيون ا ايكال 0 دايما في ليكواسيون كنستعمل لابغتي لي عن ليكسبغسيون لي معمل هذا. اذا كتعرفو بلي ان ا اف بي ايكال 0 هادي شنو كتعني؟ سوا ا ايكال 0 سوا بي ايكال 0. اذا هل ا كتساوي 0؟ هذه هي ا ا ايغال الوغ ا ايغال 0 ابليكو سوا هذه كتساوي 0 سوا هذه كتساوي 0 موان 9 اكس موان 5 ايغال 0 او بيان موان 11 اكس بلس 4 ايغال 0 اما هذه كتساوي 0 او هذه كتساوي 0 وهذه كتساوي 0 شنو كتعني؟ قلنا هذا كنبدا الجهه الاخرى وكنبدا الاشاره ديالو حاولوا تشوفوا الدرس ديال المعادلات راه عندي في الرابط اسفل الفيديو. اذا ناقص 9 اكس كتساوي هذيك ناقص 5 عنديها الجهه الاخرى تولي 5 و وهنا ناقص 11 اكس كتساوي هذيك زائد 4 عنديها لهنا تولي ناقص 4 وهنا كنطبق عاوتاني هاد القاعده ديال ا بي كتساوي سي وبغيت انايا بي فهي سي على ا سي على ا. اذا انا عندي ناقص 9 اكس كتساوي 5 بغيت انايا اكس هذه على هذه الوغ اكس ايكال 5 على موان 9 و بنفس الطريقة x إيكال موان 4 سيو موان 11 يعني s هي الحلول هي شكون هي؟ هي هاد موان 5 سيو 9 هنا موان على موان كتبقى هي بلوس 4 سيو 11. ردو معايا البال هنايا عندي كاين اللي يقول لي هنا هاد ناقص واش كاينه في 9 ولا في 5؟ ردو البال هاد ناقص a بحال هكذا ناقص ا على بي راه بحال قلت ا على ناقص بي بحال بحال وبحال ناقص ا على بي يعني هاد ناقص مع 6 بحال بحال هاد الكتابه هادي وهي هادي هي هادي. اذا هنا كنكملنا هاد التمرين ديالنا وننتقلوا لتمرين اخر. السلام عليكم.